السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناه بسمتي للتفصيل والخياطه. الفيديو تاع اليوم على طريقه تطويل الملابس قندوره قديمه تحولوها الفيزم، او تبغيو حتى تحولوها قندوره بيجاما تاع بنات صغار تقدروا، لكن نحولها الفيزم كولو او فيزو. ها هو يجي شباب، هذا القماش مطاطي يتكسل. طويته على ظهره، ما طويتهش على الجهه تاع المنمره، طويته على هاد الجهه باش تبان لكم الطريقه تاع الفصاله. ها هي راني طوي على زوج ونولي نطوي على اربعه. ها نطويو بهذه الطريقه، شويه صعيب باش لازم تتسبدو القماش عاد وتفصلو. نديرو الطريقة تاع الفصالة تاع السروال. هنا نجيو للجهة نتاع دورة الخصر. دورة الخصر درت 26 سنتيم واستعملت نقطة، هاهي 26 سنتيم هنا، هاهي. وهنا تخليو 4 سنتيم حق لاستيك باش تطويو باش ديرو لاستيك وتفصلو وتتراسيو. وهنا ننزلو هذه المسطرة باش ديرو باش تسطرو باش تفصلو الكولو باش يجيكم تجيكم الطريقه سهله. وهنا ننزلو الدوره تاع الحجر، ننزلو نعطيكم هنا شحال ننزلو. ها هي قلعت ديرو من نزلت 33 سنتيم، ها هي 33 سنتيم، وندير خط ونديرو هنا خط باش نديرو دوره الحرده نتاع الحجر. وهنا ننزلو الكولو، طريقة سهلة نتاع الفصالة نتاع الكولو. نبداو على بركة الله، بسم الله. هاي نجي هنا نفصلو، هنا نديرو الدورة نتاع الحجر. شوف، جيبو المسطرة وتجيو لدورة الحجر وتجيو بهذه الطريقة وديرو هنا دورة المعصم، ديرو على حساب. ندير هنا بدورة المعصم ندير 10 سنتيم باش الكولو يجيكم، وندير الفصالة نتاع السروال. نشوف الى راكم تشوفوا، هاهي شوف، وتبعوا المسطرة وتمشيو للدورة نتاع الحجر. هنا ندير واحد الزيادة، هنا نفصل الكول. شوف نجي هنا نتكون ندير 10 سنتيم، هاهي 10 سنتيم، نطلع من هنا نطلع الحردة نتاع الحجر. طريقة سهلة نتاع الفصالة نتاع الكول. هذه هي الفصالة لكم سهل. هنا نشوف الطول اشحال راه عندي، 98 سنتيم تاع الطول. وهنا نجي للجهة نتاع الخلف، نبداو قبل هنايا، نبداو بالجهة نتاع الخلف، ندخلو بزوج سنتيم. تبعوا هاد الطريقة تاع الفصالة يجيكم السروال شباب، وتجيو بهاد الطريقة تخرج. هاهي شوف، تمشيو هذه الجهه نتاع في زوج سروال، في زوج نتاع الخلف نتاع الامام. وهنا فين نجيو ندخلوا للجهه نتاع الامام. هذا الفصاله نستعملها كاع في السراول، بتجيني الطريقه يجي السروال يجي شباب، حتى في اللبسه يساعد في اللبسه. هنا نفتح هذه، وهنا ندخل بربعة سنتيم، هاهي في الأمام، الجهة نتاع الأمام وحدها، تدخلو بربعة سنتيم، هاهي في الجهة نتاع الأمام، ما الجهة نتاع الخلف ما تخربوش فيها. هنا نضرب هاد الزيادة، تخليو الجهة نتاع الخلف، هاهي درت الجهة نتاع الأمام ربعة سنتيم، وهنا نجي للجهة نتاع الخلف، تمشيو للجهة نتاع الخلف. هنا باش تشوفوا الجهه نتاع الخلف تدخلوا زوج سنتيم
وتكبروا الحرده نتاع الحجر، توسعوا الحرده نتاع الحجر. هذه هي الطريقه الصحيحه نتاع الفصاله نتاع السروال او كور. هاي شوف يخرج لكم الامام باين والخلف باين. تقدروا تبغيو تسليميو فيه تقدروا تزيدوا تسليميو. القماش قلت لكم إيلاستيك، كي القماش يكون يتكسل الكولوجي شباب. هنا نديرو الخياطة، نديرو الطريقة نتاع الخياطة ولاستيك هاهو. لاستيك تستعملو هذا قلت لكم على حساب 4 سنتيم. هيا شحال فيه لاستيك؟ فيه هنا فيه 3 سنتيم. نديرو هذا هو لاستيك اللي نستعمله في السروال. ندير الطريقة تاع الخياطة. خيطت السروال، خيطت من الجهة السفلية، تبقى لنا الجهة العلوية نتاع الخياطة. شوفو خيطت الكولو جا شباب. هنايا الخياطة درت سورفيلاج، هيا درت الكفة، درت سورفيلاج ودرت الكفة. ها شوفو هنايا هاي خيطته، تبقى لي اللاقيه، اللاقيه من الجهة العلوية، وندير له لاستيك. هذا هو الكولو نتاعنا. الكولو قلت لكم يجي روعه، احسن من اللي تشريوه تخيطوه وحدكم. تبغيو تخيطوا تجيبوا القماش بيزو بيزو او قطيف، ديروا متر و 5 سنتيم او متر و 10 سنتيم على حساب قلت لكم على حساب الطول. ونوليو نديروا خياطه هنا، ها هي ندير خياطه، نولي نخيط هنا ونولي نخيط هنا، ويبقى لي لاستيك. نديروا الطريقه تاع لاستيك مع بعض، خيطه من زوج جهات. لقيت الجهه العلويه تاع الكولو. الكولو يجينا شباب قلت لكم يجي كي نتاع المحلات، يجي واش يبقى لنا؟ يبقى لنا لاستيك. لازم القماش يكون القماش، لازم القماش يكون عندكم مطاطي باش الكولو يجي شباب. شوف بالخياطه تاع السورفيلاج الكولو يجي روعه. خياطه تاع السورفيلاج تجي شابه، الفينيسيو يجي شباب. واش يبقى لنا؟ قلت لكم يبقى لنا لاستيك. لاستيك كيش تخيطوه؟ نخيطوه بهذه الطريقه، نجي هنا ندير على حساب قلت لكم الدوره نتاع الخصر. الدوره نتاع الخصر هنا نعطيكم شحال درت لاستيك. هيا درت 70 سنتيم نتاع لاستيك. نخيطها بهذه الطريقه، نبديو هنا، نبديو على بركه الله، بسم الله. هيا خيط، نجيب الإبرة باش نكبدو السروال. ها هو السروال نتاعنا قلت لكم نجيبو لاستيك بهذه الطريقه. تجيو الجهه اللي مخيطه في زوج، ديروا قبل لاستيك هي ديروا الجهه نتاع الوسط، ها ديروا قد قد تقبضوا بالإبرة. هيا نقبض هنا بالإبانك ونولي نقبض في السروال. وهنا هذه فيها خياطه، ها شوف قبضت هنا، هيا قبضت في 4، قبضت 3 تاع الجهات، وهنا عندنا خياطه. وهنا نجيو للسروال، نجيو للجهه تاع الوسط، هيا نجيو للسروال وتجيو للجهه اللي مخيطه، نقلبوا للجهه تاع الخلف وتجيو هنا الخياطه. هيا جيت الخياطه هنا، وهنا نقبض بالإيبانك، تخلي 1 سنتيم تاع الخياطه. ونجي هنا للجهه تاع الجنب نتاع السروال، وندير لاستيك وندير الإيبانك، نقبض بالإيبانك في كل جهه، تخليه 1 سنتيم باش كي تقلبوا
لاستيك لاستيك ما يقعدش يبالكم. ونجيو هنا للجهه تاع الوسط، ها هي هذه الجهه تاع الامام. ونديرو خياطة نتاع لاستيك هنا، تجبدو هادوك البلايص اللي بقاو لكم تجبدوهم بلاستيك باش يجيكم قد قد. هنا ندير خياطة نتاع لاستيك هاهي، نقلع وهنا تجبدو لاستيك، تجبدو على حساب المكان اللي بقى لكم. ندور كاع دورة الخصر. هاهي كملت، هذه هي الطريقه نتاع لاستيك. هذا اللاستيك يجي شباب في الكولويات او الفيزو او السروال. هاهي شوف الطريقه نتاع لاستيك تجي روعه، يجي الكولو يجي كي نتاع المحلات، ها هو يجي شباب. هنا تنقيو الخيطان، كونوا عندكم خيطان ولا تنقيوهم، الكولو جا روعه. هذه هي النتيجه النهائيه، الكولو جا شباب. هيا في الجهه السفليه شوفوا، هيا هنا في دوره المعصم جا شباب بزاف. هيا وهنا عندنا الخيطان، نقلعوا الخيطان هادو نقيهم، لازم الفينيسيو يكون شباب تاع السروال باش يجيكم، باش يجي السروال كي تاع المحلات. ها هو شوف هنايا جاوا قد قد. هذه هي النتيجه النهائيه، وان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجيكم سهله. تدوين الملابس عندكم قندوره قديمه ما تحتاجوهاش، تكون مطاطيه تقدروا تستعملوها كولو. ما عندكمش تقدروا تجيبوا القماش تاع قطيفه او القماش بيزو بيزو وتخدموا كولو، تخدموا وحدكم. متر متر تاع قماش او متر وعشرة سنتيم يكفيكم على حساب ما تخدموا كولو، المهم على حساب الطن تاعكم. هذه هي النتيجه النهائيه، وان شاء الله يعجبكم، ومع السلامه، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.